امير سعيد ابراهيمي اللي احنا تكلمنا عليهم داروا بيرفورمانس رائعه جدا. اسكو اليوم هاد لي جوار عندهم يعني مكانه في المنتخب ولا ما عندهمش؟ مانيش فاهم. ساعات فلاسفه الكره يجي يقول لك وين تحطوه، كانه الناس قالت تكلمت تعلمت هذه العباره، هذا وين تحطوه؟ كيفاش وين تحط؟ تجي شغل جو ديشاك فيهم سي با جو ديشاك كومام. بليلي صافي كيلكو طون اللي شفتو كانوا يقولوا من الناس يعني يتبعوا لا توندونس على المدرب الوطني، منهم دي كرونيكور، منهم دي جورناليست، منهم من مساندين للمدرب الوطني، باسكو المدرب الوطني في اعتقادهم خرج بليلي من حساباته، يجوا هما يتكلموا مكان المدرب الوطني وتكلموا على بليلي والصور يعني او الفيديوهات موجوده. ويا بليلي وين نديروه؟ يتكلموا بلاصه لونتيرن ناسيونال، يعطوا القائمه وين نديروا بليلي؟ ها هو ديك بليلي كي يديه كيفاش نديروا؟ نعاودوا نجيبوكم انتم تعاودوا تعطوا لونتيرن فيرسيون. يسيبوا له بلاصه تاعو. ها صابلو بلاصه. هما يسيبوا له ما تكلموش بلاصه المدرب، ما تكونوش انتم يعني تحبوا لونترينير وتدافعوا عليه اكثر ما يدافع على نفسه، باسكو الطريقه ماشي بهذه البساطه وين تحط اللاعب. كاين لاعبين مؤثرين في المنتخب، كاين لاعبين عندهم مساواه وراهم جاهزين في يعني بارابور دوطر جوار، ماشي معناتها اليوم مانيش نقول لك لازم يديها. اذا كان يوسف بليلي ولا امير سعيد ولا ياسين ابراهيمي بارابور لا كاليتي تاع الاداء تاع المنتخب والنتائج تاعو، اذا كانوا هاد اللاعبين اكثر جاهزين من اخرين اللي سوا ديزون كانوا تيتولار، الى اوني دون لوبليغاسيون دو شونجي اون شونج نبدلوا، ماهيش قاعده، ماهيش اون اونسيانتي في ليكيب ناسيونال تو اونسيان تكون ناحيتك ما تكونش. سي بور سيت ريزون سمح لي لي 25 جوار لوجيكمون راهم معروفين، ولكن قلنا الحديث اليوم اعلاميا ماهوش 90% نعرفوا المنتخب شكون راح يروح. بقينا نتكلموا على بلايدي لوجيكمون ايدي في ليكيب ناسيونال، على ياسين ابراهيمي وعلى امير سعيد، ويبقى لو غارديان.